طمع بلا هوادة، أسلوب ينتهجه النظام الإيراني لإخماد الاحتجاجات بعد أن تحولت مخاوف السلطات الإيرانية إلى حقيقة، وانتقلت عدوى الاحتجاجات من العراق ولبنان إلى قلب العاصمة طهران ومدن أخرى. استخدام القوة المفرطة تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الذين يعانون تردي أوضاع اقتصادية زادت حدتها في ظل عقوبات أمريكية متزايدة منذ سنوات، تضاعفت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018. الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها إيران اندلعت بعدة مدن أول من أمس عقب إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود ورفعها بنسبة 50%. اللافت هنا أن كل الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكومة الإيرانية قمعتها السلطات الحاكمة بتكثيف حملات الاعتقال وقتل المعتقلين داخل السجون عبر التعذيب، كما عمدت الحكومة إلى محاربة مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تهديداً أمنياً، ووجهت إلى معتقلين تهماً من قبيل التحريض على النظام ونشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني، وصولاً حتى إلى إهانة القيادة.